تم كأس العالم للشباب بينما كرة الثاني في الطريق الثاني خلصها الثاني نعم الثاني السوبر إيجاز تحقق الثاني عن طريق لاعب أودو أمادي لاعب فاريس الإيطالي ارتباك حاصل هفوات دفاعية نتوقع من منتخب يكتشف البطولة لأول مرة هنا بالديار البرازيلية نيجيريا تستسد نيجيريا تدونة قوية منذ البداية هذه الإعادة الأخطاء الدفاعية هذه المرة من سيمون يستغل اللاعب أودو أمادي يضع الكرة بالشباك شاهدوا المهارة شاهدوا المراوغة شاهدوا التوغل لاحظوا هنا التهاون والارتباك الحاصل في محور الدفاع رغم أن المدرب إيدي إيطايتا يلعب بثلاثة في المحور لكن شاهدوا مهارة هذا اللاعب لاعب أودو أمادي أو أودو أمادي 22 سنة فقط لاعب فاريز ينشط في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية وهذا هدف